موضوع افريقيا وموضوع الاقتصاد في افريقيا وموضوع التنميه في افريقيا موضوع جوهري، سواء كان في المنطقه هذه ولا حتى على المستوى العالمي. فالمنتدب هذا يعني جاء في وقت يعني هائل. اليوم يبدو لنا اللي الاقتصاد المصري واقف على رجليه، فلازم اليوم يمشي ويتقدم، فيمشي ويتقدم الاقتصاد هذا من خلال دعم القطاع الخاص ودعم المواطن المصري اللي هو داخل في القطاع الخاص، داخل في مجال الابتكار وفي مجال الانوفيشن. فهذا هو الموضوع في القرض هذا، وكل تمشي البنك الدولي مع مصر هو موجه نحو دعم القطاع الخاص وتوسيع مجال الاقتصاد القطاع الخاص فيما يخص الاقتصاد المصري.